من مواقفك مع جوزيه ايه بقى؟ انت بتقول انت عندك مواقف كتيره مع جوزيه. لا يمكن كانت يعني خلافات، وفي نفس الوقت ان هي بتقوي شخصيتك وبتوديك في حته تانية يعني. أيوه. انا اكتسبت حتى في الخبره التدريبيه، انا ببص لا مثال خدت منه شخصيته. مانول. انا دايما بعمل ايه يعني في دراساتي في التدريب، في علم التدريب دلوقتي، علم التدريب ده انت مش مدرب وخلاص، انت ما تعتمدش على خبراتك، انسى الكلام ده خالص. انت بتبني حياتك من اول وجديد، انت بتبني شخصيه مدرب. اولا لازم تتعلم تطور من نفسك. انا الحمد لله عملت المعايشات اياكس الهولندي واندفون الهولندي، ومعايا الشهادات الاساسيه والسي والبي، وان شاء الله هدور اعمل شهادات خارجيه كمان باذن الله، يعني كان في امريكا او في اوروبا تاني باذن الله. يعني خدت منه شخصيته القويه. ايوه. ازاي بيسيطر، كان بيسيطر علينا احنا كمجموعه موجوده، احنا كنا اللي بيخش ال 18 دي حرب مع مستر مانول. والله كنا كلنا بوتريكا وكلنا بركات ومتعب بنجري نبص مين في ال 18 وقاعدين والله من التمرين تلاقي في مره في الاسلام قاعدين على الدكه. والله العظيم عاوزين كلمه، انا سيد معوض وائل جمعه متعب بركات كل دول على الدكه. جمعه قعد دكه قبل كده؟ جمعه ده اليوم اللي يقعد فيه دكه دي عشان كده مستغرب. انا بقول لك كارثه. هو بنعرفها من حلاقه الشعر. ايوه بتبقى باينه، بتبان من الحلاقه، الحلاقه بتاعته. سعد هو بيحلق. لو حلق وشد تعرف انه مش هيلعب. حلقها خالص يبقى كده. لو حلق جامد يبقى الراجل بادئ وتمام يعني. لا انا الكابتن وائل ده اخ كبير لينا، وانا من الناس اللي انا بعزهم واحترمهم جدا يعني. هي شخصيه جميله جدا وشخصيه محترمه جدا. وائل جمعه أنا... صوت الاهلي الحقيقه دائما خلال الفتره ده حقيقي يعني. وهو صوتنا بره وبيدافع عننا في كل حته واحنا معاه وهو معانا يعني. بيتكلم كلمه حق. طبعا هو بيتكلم في الحق، هو ما بيدعيش حاجه. بالظبط بالظبط. فمستر مانويل انا خدت منه صفات كبيره جدا. ويعني مشاكلي معاه دايما، يمكن مثلا كنا في جنوب افريقيا عندنا ماتش تاني يوم، فانا حسيت اني مش هلعب. حلو. فبقيت عامل زي اسمها بلاش اللفظ يعني، طول التمرين واخدها سبرنتات. بطلع دخان، ازاي مش هلعب بكره؟ عايز العب بكره. كان دور المجموعات في بطوله افريقيا تقريبا. مش فاكر كان ماتش مهم في جنوب افريقيا يعني. المهم يعني رحت جاي قاعد احتياطي ولقاني، رحت جاي داخل في معتز ايده مطيره ساعتها، متعب وشوقي جري عليا، اهدى يا عم مش عارف ايه، ودخان بقى طالع مني. انت مش عارف ايه انت هو اطلع بره. فانا طبعا حصل حقيقة المهم طلعت. ايه اللي حصل؟ بعد ما طلعت خلاص بقى. طلعت جري بره، ابو تريكه جالي جري قال لي يا شريف روح صالحه بسرعه. الحق. الحق بسرعه. اصل الكتالوج كان عند خدني طبعا الكابتن سيد ابو حفيظ، طبعا يعني استاذ في الحاجات دي بصراحه، قال لي تعالى خدني تحت بطنه، وابو تريكه جابني خدني ورحنا له. يمكن لحد المصور كان معانا اللقطات دي خدها تدريجي من وانا بضرب ايده والله العظيم، وانا ماسكه كده لغايه وانا رايح له والاثنين معايا. بالظبط يعني. فقال لي طب انا انت بكره هتبدا. هتبدا؟ بدات بكره الدقيقه 43 انا اول تغيير. طبعا انت عارف. ما تنساش حقه ابدا ابدا ابدا. حتى هتقول انت عارف طبعا. ودي من المواقف اللي عمري ما انساها، واداني درس في الموضوع ده. ان انت خلي قرارك الشخصي ليك انت، انت لعيب لعيب مالكش دعوه، اتمرن كويس واشتغل كويس، حته اللعب دي خليها المدرب. واتكلم معاه كتير طبعا، اداني محاضرات لوحدي وجاب لي الدكتور النفساني يقعد معايا ويتكلم معايا في حاجات معينه عايزها مني. ولان انا كان بداني بكرايت، وكان قبلها باكليفت وقبلها ليبرو، فكان بتبقى حاجات فنيه. يمكن هو كان ليه كومنتات عليا في حاجات برضو في شخصيتي في حته القوه، الاندفاع والقوه دي. لا وزاد بالقوه الجسم كمان، لان انا كنت وصلت لمرحله انا جسمي كان بقى عامل بادي بيلدينج. فكان اتكلم معايا في النقطه دي، مأثر عليك الرشاقه مثلا، المرونه والرشاقه والحاجات دي. عشان كده انا بقول لك لعيبه الكوره بالذات الاجيال اللي طالعه بحاول بالظبط، انت مش محتاج حديد خالص غير مع واحد متخصص، ما تشتغلش لوحدك خالص. تمام.